العطلة المدرسية تأتي بعد انقضاء فترة اختبارات منتصف العام، وهي فترة مهمة جدا من عمر الطلبة والطالبات بشكل عام، وهي لا تقل أهمية عن فترة الدراسة. ففي العطلة المدرسية يحظى الأولاد بأقساط من التعليم والترفيه والتربية والنمو أيضا، لذلك فأن التخطيط لكيفية قضاء العطلة والاستفادة منها يحتاج لوقفة وتمعن، وإلا هدر الوقت هباء وكان لها تأثير سلبي عليهم أكيد. المزيد في سياق هذا التقرير. إجازة منتصف العام الدراسي تأتي بعد شهور من الجد والاجتهاد وبذل الجهد في المذاكرة والمراجعة، وهي فرصة للاستراحة والاسترخاء للطلبة والطالبات. ومن الجميل أن يكون قضاء هذه الإجازة في أجواء ممتعة، وذلك عن طريق التخطيط السليم وتنظيم وقت الأبناء وإشغالهم بالأنشطة البدنية والذهنية. استشاريون في علم النفس يؤكدون على وجود أفكار تساعد على الاستفادة من الإجازات الدراسية، والتي تساهم في خلق أجواء مفيدة للأبناء خلال إجازتهم، ومنها تشجيعهم على القراءة والمطالعة والمشاركة في الرحلات الترفيهية أو تسجيلهم في الدورات التعليمية والرياضية. هناك مشكلة يعاني منها بعض الطلبة، وهي مشكلة أوقات الفراغ خلال الإجازة الدراسية، وتكمن خطورة الشعور بالفراغ في خلق الشعور بالملل والتسبب بالشعور الدائم بالكسل وإضاعة الوقت في أمور بلا فائدة ربما كانت السبب في وقوع المشكلات. ومن العوامل التي تؤدي إلى ضياع الوقت في العطلة هي عدم تحديد هدف معين لاستغلال الوقت والتخطيط بشكل خاطئ لطريقة تنفيذ الأهداف المرجوة وإضاعة الوقت في الجلوس لفترات طويلة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. ولأولياء الأمور دور هام في تقديم المساعدة لأبنائهم حول كيفية اغتنام الوقت بالطريقة الصحيحة أثناء العطلة، ويكمن دور الآباء والأمهات في تشجيع الأبناء على تنمية هواياتهم المختلفة وممارستها مثل الرياضة وعزف الموسيقى والمطالعة والرسم والكتابة. وينصح المختصون أولياء الأمور بمشاركة أبنائهم أنشطتهم وأوقاتهم في العطلة. إجازة منتصف العام فرصة للتنفس والتفكير لأبنائنا الطلبة والطالبات، ومن المهم استغلال هذه الفرصة بشكل إيجابي عن طريق إدراك أهمية إدارة الوقت أولا، ووضع خطط وأهداف محددة ومفيدة حتى يتسنى لهم العودة إلى المدارس بكل نشاط وحيوية ليواصلوا النجاح والتفوق الدراسي. مع بدء إجازة منتصف العام للمدارس يتجدد التساؤل لدى أولياء الأمور حول كيفية الاستثمار الأمثل لوقت الطلبة والبحث عن حلول تلبي احتياجاتهم وخلال فترة الإجازة المدرسية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو دكتورة ريم لدويلة، استشاري نفسي وتربوي. دكتورة ريم صبحك الله بالخير، حياك الله ويانا. صبحك الله بالنور والكرامة، أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. بداية خلينا نتكلم شلون يمكن استغلال هذا الوقت للطلبة الاستغلال الأمثل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أهنئ أبنائنا الطلبة والطالبات على انتهاء فترة الاختبارات ونجاحهم في هذا الفصل الدراسي الأول، وإن شاء الله نتمنى أيضا التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ والحياة يعني عندهم مقبلة إن شاء الله ومستمرة بإذن الله تعالى في الفصل اللي بعدها. طبعا لاحظ ان الفتره الاجازه او منتصف العام تكون فتره قصيره تقريبا الى حد ما، تتراوح ما بين اسبوعين الى 3 أسابيع بالنسبه للطلبه. كيف يمكن استغلال هذا الوقت الفراغ بالنسبه لهم؟ هذا جدا شيء مهم بالنسبه لاولياء الامور، لان هذا يعود على اولياء الامور قبل ما يعود الى ابنائنا وبناتنا. عندهم كثير من الهوايات، عندهم كثير من الممارسات، عندهم كثير من التطوير اللي احنا بحاجة الى ان احنا ننمي هذا الجانب. فبالتالي كيف يمكن ان احنا نستغل هذا الشيء؟ طبعا في البداية اولا على ولي الامر ان ينتبه الى الجوانب الإيجابية اللي عند الطفل او المراهق، اي الهوايات او
المواهب اللي يتميز فيه والاهتمامات اللي ممكن هو أنا أركز عليه. فما يمكن أن في البداية أن أنا والله يلا كل عيالي كلنا راح ندخل نادي رياضي. طيب مو بالضرورة أن كلهم يصير عندهم هذه الاهتمامات أو كلهم يصير عندهم هذه الهوايات. إحنا أهم شيء أولا في البداية الرسالة موجهة لولي الأمر، اكتشف مواهب أبنائك، اكتشف ميولهم واهتماماتهم، وبالتالي حتى أستطيع أن أنا أستغل وقت فراغي بوجه صحيح. جميل. نعم. طيب إذن لازم نحط إحنا خطط كأولياء أمور ونحددها بناء على هوايات الطلبة والطالبات وأيضا على ميولهم شنو يحبون شنو ما يحبون. طيب تنظيم الوقت يعني الحين الوقت راح يختلف بالنسبة للطلبة والطالبات، تلقينهم يسهرون بالليل بالضبط وينامون بالنهار. صحيح. هذه هم مشكلة يعاني منها كثير من أولياء الأمور، يعني ما يخالف الطلبة هم في إجازة لكن أولياء الأمور ما هم في إجازة. صحيح. يقومون من الصبح يروحون الدوام إلى آخره. طيب أنا هذا التنظيم في بعض الأحيان نعاني مع الطفل. صحيح. في هذه المشكلة نام، ممكن والله يتوصل لمرحلة الزف، ممكن توصل لمرحلة الطق إنه يروح ينام وهو متضايق. بالضبط بالضبط. طيب شلون أتعامل ويا هذا الطفل؟ نعم طبعا إحنا نحاول ما ندعي المثالية، ولكن نسعى إلى أن إحنا يكون عندنا يعني وقت منظم إلى حد ما. ما هو الطفل في البداية أو المراهق في البداية كان وقته منظم لأن المدرسة كانت تنظم أن بداية مثلا يكون 7:30 هو بالمدرسة، فبالتالي هو محتاج أن ينام وقت كافي. نفس الطريقة إذا كان أنا عندي الأنشطة اللي مارسها الطفل أو المراهق في الفترة الصباحية، على سبيل المثال اشتراكه في بعض الأندية أو بعض مثل الموضوع اللي تكلمتوا فيه، موضوع الهيئة العامة للشباب. الهيئة العامة للشباب عندهم كثير من المراكز اللي تخدم الدورات التدريبية، الجانب الفكري عند الطفل أو المراهق أو عند الشباب نفسه، كذلك الجانب الرياضي. فأوقاتهم يعني فيها الفترات الصباحية وفيها الفترات المسائية. نعم. فإذا كان أنا بحاجة اللي أنا أنظم وقت طفلي فيكون أنا عندي الأنشطة تكون تمارس أثناء الفترة الصباحية، بحيث أنا أستغل الوقت بطريقتين. اولا الجانب الصباحي يكون هو في 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 نادي معين او خلال دوره تدريبيه معينه، والفتره المسائيه يكون طبعا اولياء الامور هني مثل ما تفضلت ان الصباحيه يكون عندهم دوام، فبالتالي يكون الفتره المسائيه يكون وقت فراغ جميل جدا يقضونه فيه مع ابنائهم، يطلعون مثلا طلعات البار الشاليه او اي طلعه يعني فيها نوع من التجمع العائلي والتفاعل الاسري التربوي الصحيح. يمكن احنا في الايام العاديه نفتقد هذا الشيء لانه والله الطفل يجي من المدرسه يكون بيسوي واجباته، ما عنده وقت عنده بعض الدروس اللي راح يعني يذاكرها، فبالتالي شويه يمكن اللهم وقت فقط وقت اللي هو نهايه الاسبوع. لكن الحين انا عندي اسبوعين تقريبا الفتره المسائيه، اذا انا حطيت الفتره الصباحيه كتنظيم وقت ان الفتره الصباحيه يكون مشترك في نشاط او في انديه معينه، يكون عند الفتره المسائيه انا اختلط فيه واتفاعل فيه مع ابنائي، وهذا وايد جانب مهم بالنسبه للنمو الانفعالي، النمو الاجتماعي والنمو حتى النفسي عند الطفل انه يكون قريب من والدينه. وهذا شيء جدا مهم بالنسبه خاصه للاطفال، يكون الوقت فعلا مستثمر جدا بالنسبه اذا كان الفتره المسائيه اطلع فيهم انا مع ابنائي. طيب هناك في اولياء امور يهملون هذا الجانب. صحيح. هذول شلون تعامل وياهم؟ المشكله وين تكمن استاذ نجيب؟ في جانب معين لما يجي الحين الطفل وما كان محالف الحظ في النجاح. وهذه مشكلة أيضا دكتورة. أيه. يمكن أنت حطيت يديك على الجرح. هناك مثلا خاصة الحين مثلا طلعت نتائج الابتدائية والمتوسطة، في يعني من نفس البيت. صح. مثلا عندنا مثلا على سبيل المثال مثلا في الناجح وفي في الناجح وفي في في اللي سقط أو في اللي مثلا ما جاب نسبة عالية. نعم. في ناس مثلا يعاملون اللي ما جاب نسبة أو اللي سقط بطريقه كنا منبوذ الولد. أيه. هذا كنا مو ولدنا. فعلا. في المقابل لا، يميز المتميز او الناجح او اللي جايب نسبه عاليه.
هذه مشكلة في 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 الجانب التربوي عند أولياء الأمور، فهو إهمال جانب الفروق الفردية عند الطفل أو المراهق أو الشاب. إحنا ما إحنا سوى الأبناء مختلفين في شخصياتهم وفي قدراتهم. صحيح. أيضا فبالتالي أنا ما يفترض فيني أن أنا أميز قدرات عن قدرات. إذا أنا قاعد أشوفه والله قاعد يبذل مجهود ولكن هذه قدراته في النهاية يعني ما قدر يعني يحصل. أنا في خلال الفترة الدراسية السابقة طول فترة من بداية العام الدراسي حتى نهايته يفترض في ولي الأمر متابعة اهتمامات وطريقة دراسة الطفل أو المراهق. فأنا لما أجي في النهاية وحط له والله أسلوب عقابي أن أنت طيب وين ولي الأمر خلال الفترة الدراسية السابقة؟ يعني هل أنا أقول خلاص اعتمد على نفسك وخلاص وأنا في النهاية يا أعاقبك يا أكافئك؟ هذه مشكلة. في جانب مهم، جانب التحفيز، أنا جانب أركز عليه جانب التشجيع أن أنا أعطي فرصة. ما يخالف قد يكون أن هذا مريت أنت بمواقف معينة، مريت بظروف معينة، ما قدرت أنت تستوعب هذه المادة، فيفترض أن ولي الأمر يشجع الطالب اللي ما حالف الحظ على أنه يواصل. وممكن أن هذا الطالب ممكن مثلا دراسيا احنا نقول مثلا مو موفق. صحيح. لكن في الأمور الحياتية في جانب آخر. أي نعم. تلقينا مثلا يتفوق على اللي متفوق دراسيا. صحيح. يعني هذا أمر احنا قاعد نشوفه ونلمسه في كل مكان. صحيح. ان نشوف مثلا فعلا هذا طالب متميز وناجح وعلاماته ودائما ممتازة، في المقابل لما يطلع للحياة ولا مثلا يروح مكان معين يبي لا يتعوم وما يعرف يتصرف يعني حتى هذه نفسه. أيوة بالضبط، هذه الفروق الفردية. فهناك طلبة عندهم تفوق دراسي. نعم. وهناك طلبة عندهم تفوق اجتماعي، طريقة التفاعل مع الآخرين. احنا نقول ان هناك كل انسان عنده جانب ايجابي، اركز على هذا الجانب الايجابي. فبالتالي يفترض على جميع اولياء الامور التركيز على الجوانب الايجابية والسعي نحو تطويرها وتشجيعها. دائما الطفل استاذ نجيب، دائما الطفل يركز على ما هو يملك من قوة. انا لما اقول والله حق ولدي يعني اذا شفته على سبيل المثال ان مستواه الدراسي على سبيل المثال منخفض الى حد ما، لكن اشوفه انه هو جدا متميز مثلا في 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 حل المشكلات، الاحظ ان انا دائما استعين فيه لما يصير عندي بعض المشكله، عنده مهارات فكريه. نعم. فبالتالي انا اركز على دائما اقول والله استغلها. فانا لما اضع ابني في هذا البرواز انه هو صاحب الفكر المميز، صاحب عنده الاطروحات، تزيد الثقه احسنت. فيصير عنده جانب التحفيز عنده عالي، يبي دائما يحافظ على مستواه، على نظره الاخرين له بانه هو عنده جانب مميز، مو بس انه والله انا فقط في الدراسه ما كنت موفق ولكن انا عندي جوانب ايجابيه قاعد يركزون عليها، خاصة أولياء الأمور اللي هو بالنسبة لي أنا أمي وأبوي هم سندي قدوتي وإني أنا أفتخر لما أنا أكون في عينهم الإنسان المميز والشاطر يعني. صحيح. طيب هو وقت الفراغ يعني لا جانب سلبي ولا جانب إيجابي. نعم. متى أنا أستغله في يعني ما بقول أنا في بعض الأحيان يكون سلبي أو في أغلب الأحيان يكون سلبي في حال عدم الاهتمام. طيب هذا الأمر قاعد ينعكس سلبا أيضا على الأبناء، شلون أتصرف وياهم؟ يعني أنا مثلا قلت حق ولدي على سبيل المثال أوديك مثلا نادي معين. نعم. والله ما أحب هاللعبة، أحب هاللعبة. إذا أنت تحبها شيء لكن ما يعني خلينا نقول أنت مو متميز فيها. صحيح. أو أنك صحيح. أنت ما مو متمكن منها. صحيح. ولما تودينا في بعض الأندية مثلا يقول لك والله ما أبي. طيب أنا الحين كولي أمر احترت، تبي تفرض عليه شغلة معينة. ما بفرض عليه بس أبي للزينة، لكن أيه. هو يحب شيء لكن هو مو فالح فيه. في المقابل الجهة هذيك مثلا الجهة اللي يقول لك ما أبي، هني أنا شلون أتصرف؟ بالعكس، هو إذا عنده الرغبة، دام الرغبة عنده موجودة في هذا الهواية جميل جدا. إذا أنا بس علي أني أنا أنميها، علي أني أنا أحافظ عليها، علي أني أنا أطورها. لكن الإشكالية وين تكمن أستاذ نجيب؟
الإشكالية تكمن في مع الأسف الشديد أن ولي الأمر لما يفقد دوره في التوجيه السلوكي والتربوي لأبنائه ويعتمد على ما يسمى بالتكنولوجيا والأجهزة. هذه بلوة. أي بالضبط. والله يستغل وقت فراقه كله بالأجهزة الذكية، فبالتالي هو يقول لك أنا ما بأروح ولا أي، أنا عندي الأجهزة معينة، ألعاب الجيمز، وما أدراك ما خطورة دخوله إلى العالم هذا الخارجي اللي يكتسب منه أشياء إحنا ما ندري شنو مدى خطورتها يعني. صحيح. هني طبعا الطفل انا علشان اسحبه من هذه انا اسميها الزوبعه التكنولوجيه، بوتقه حق الطفل هذه. فعلا مضره للامانه، هي سلاح ذو حدين. انا ممكن استغلها في الجانب انه هو كيف ينمي فيها مهاراته وهواياته اللي هو يحبها عن طريق هذه الاجهزه، او ان انا بنفسي امارسها معه. صحيح ان عندنا ابناء كثيرين بالضبط بعد بلعب معهم جيمز. لا مش تلعب جيمز، تلعب معهم هواياتهم انا اللي اقصده ان تبعدهم عن هذه الاجهزه. نعم. من خلال مشاركتك، مو بس والله يلا تعالي يا ولدي ولا تعالي يا بنتي روحي النادي خلاص انا كل اللي علي سويته، شركتهم بانديه وديتهم دورات، بعد انا هذا اللي سويته، بعد شنو مطلوب مني؟ هذا دوري مو دوري كاب ولا كام، انتهى الموضوع. زين وين التفاعل؟ مفقود. وين الأثر؟ لا يوجد هنا. بعد النادي ردوا هني أخذ وأعطي وياهم، وممكن أنا مثلاً أمارس وياهم بعض التمارين على سبيل المثال. على سبيل التمارين. المثال. أيوة بالضبط. أسأل، أناقش شنو صار، أبدي أذكر تجاربي ولا تجارب زملائي لما كنت أنا في عمرهم. صحيح. والأطفال يستمتعون جداً لما تذكر لهم تجاربك، خاصة لما كنت أنت في عمرهم، فيقول لك شنو سويت، شنو كنتوا تمارسون، تبدي أسلوب المقارنة. ما عندنا احنا في ذاك الوقت. صحيح. أتاري. هذا حدنا. بالضبط. يعني على الأقل الأنشطة الجماعية. نعم. وإحنا نركز على الأنشطة الجماعية. وهني أنا أشجع أيضا أولياء الأمور على سبيل المثال، يعني ليس كل أولياء الأمور عندهم القدرة المادية على إشراك أطفالهم وأبنائهم في الأندية. نعم. هني أنا دوري في أني أنا كيف أن أنا أحافظ على الترابط الأسري من خلال تفاعلي معهم. يعني ممكن إحنا والله نطلع وين على 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 أيام والدي الله يرحمه ويغفر له يا رب، كنا نطلع كشته نقعد كم ساعة بس. نلعب الألعاب الرياضية والمسابقات. صحيح. والسؤال والجواب، وكان في نوع من التفاعل يعني ما تتخيل، كان جدا شيء رائع رائع رائع. صحيح. كنا نتسابق منو اللي جاوب قبل، اللي جاوب قبل راح يلعب لعبة معينة، مو بضرورة ما في جوائز مادية. نعم. ولكن كانت فيها نوع من الترابط الأسري. الترابط الأسري. نعم. التفاعل. نعم. دكتورة ريم دوال استشاري نفسي وتربوي كنت معنا، فشكرا جزيلا لك على وجودك ويانا وتحفيزك لأولياء الأمور والطلاب. شكرا جزيلا. شكرا لك.